السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الدولي المغربي نورتين أمرابط كيفاش خرج طولا وعرضا في الناخب الوطني واحد خليلو بسبب عدم استدعاء نصر مزراوي وحاكم زياش وعادل تعرابت اللي بين قوسين حتى تعرابت يستاهل يكون في المنتخب. السيد قدم أحسن مستويات في دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ. وأيضا نورتين أمرابط انتقد حتى خطة اللعب اللي كيعتمد عليها خليلو في مباريات المنتخب المغربي. وأيضا غادي نشوفوا بالفيديو احتفال لاعب المنتخب المغربي بعيد ميلاد الكابيتان غانم سايس والكثير من التفاصيل. ونبداو اولا مع نورتين أمرابط اللي قال في تصريحات لقناه او اس بي ان الهولنديه: كيف يعقل ان يكون لديك 3 أو 4 لاعبين كبار يقدمون مستويات كبيره وجيده في دوري ابطال اوروبا كاشرف حكيمي ونصر مزراوي وحكيم زياش وعادل تعرابت وتتصل بواحد منهم فقط اللي هو اشرف حكيمي طبعا. وقال ايضا ان العناصر الوطنيه لديها الكثير من الامكانيات لكن خليل لا يظهرها بشكل جيد بسبب عنادي وغرور الكبيرين. لا اعرف ما الذي يحاول فعله لكنه يفعل عكس ما ينتظره الجمهور تماما. وفعلا كلامه على صواب. اللاعبين اللي بغينا نشوفوهم في المنتخب بحال زياش ومزراوي وتعرابت وحمد الله وحارث وغيرهم من اللاعبين ما كيعيطش عليهم بتاتا. واللاعبين اللي حنا كجمهور مغربي ما مقتنعينش بهم كتلقى الداهية خليل ديما مكونفوكيهم. اين منطق او معادله اللي كيطبقها في الاختيارات ديالو؟ الله اعلم. ايضا نور الدين أمرابط انتقد هلوسات واحد خليل التكتيكيه بحيث قال: في تصفيات كاس افريقيا الأخيرة اعتمد على خطة 4-4-2 وخلال كال كاميرون لعب ب 4-3-3 وفي مباراة الكونغو الديمقراطية ب 5-3-2 علما أنه تدرب مرتين فقط بهذه الخطة. لا يوجد أي عمل تنظيمي. واللي متبعني من زمان راه هذا الشيء اللي كنت كنقوله دائما، راه هذا المدرب غير كيشير على الله. زيادة على أنه كل مرة مبدل الخطة فراه أيضا في كل لائحة كيستدعيها كنلقاوها مبدلة على اللي فات بنسبة كبيرة جدا، وهذا الشيء كنا هضرنا عليه في أكثر من فيديو. وأيضا نورتين أمرابط ختم التصريحات ديالو وقال بالحرف: يوم الثلاثاء اعتقد اننا سنفوز لكن ليس بفضل واحد خليلو ولكن بفضل الجمهور المغربي. لو كنت انا فوز القجاع لانتظرت حتى يوم الثلاثاء بعد المباراه واعطي المدرب الخيار يا اما ان يترك غروره جانبا او يرحل نهائيا. ولكن تحديدا في هذه الجمله الاخيره انا ما متفقش مع اللاعب نورتين أمرابط اننا نعطيو الخيار للمدرب واحد خليلو يا اما يخلي الغرور ديالو جانبا او يرحل نهائيا. واخا خليلو ترك الغرور وما يبقاش متصلف في الراي ديالو ويرجع حتى حكيم زياش وهذا مستبعد لان زياش قال بن عطيه انه غادي يرجع للمنتخب المغربي باش يمشي واحد خليلو. ولكن رغم ذلك نقولوا غادي يرجع حكيم زياش وجميع اللاعبين. راه المشكله من الاساس هي ان المدرب فقير وابيض تكتيكيا وما كيعرفش يسير المباريات. راه اكثر من 3 سنوات وما كونش مجموعه وما عندوش تشكيله ثابته ولحد الان حتى واحد ما عارف الاسلوب اللعب اللي كيطبقوا مع المنتخب. وهذا خليلو واخا يدرب مانشستر سيتي في بطوله كاس افريقيا ما وصلش بها حتى النصف النهائي. راه نور الدين أمرابط براسو قالها انه كل مره داخل بخطه ولا يوجد عمل تنظيمي. اذا راه كل شيء واضح وباين، حاليا تركيزنا فقط مع مباراه الثلاثاء وحتى نتاهلوا ديك الساعه يكون كلام اخر مع المدرب واحد خليلو في اطار كره القدم طبعا. ونختموا مع فيديو جميل جدا لاحتفال لاعب المنتخب المغربي بعيد ميلاد الكابيتان غانم سايس بمقر اقامه الفريق الوطني في مدينه الدار البيضاء بحيث كانت اجواء اكثر من رائعه. نخليكم مع الفيديو بالصوت والصوره. وفي الختام كيبقى رأي ديالكم كالعادة. كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.